عن المفاوضات بين الحكومة الشرعية في ليبيا وبرلمان طبرق الجاري الآن في المغرب ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث والكاتب الليبي الدكتور نزار كريكش. دكتور نزار، مرحبا بكم. تمديد المفاوضات بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وبين برلمان طبرق ليوم رابع، برأيكم هل هناك تقارب بين الطرفين يستوجب مد فترة التفاوض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو أظن أن التفاوض اليوم يعني كثير من المعلومات لم ترشح بعد، ولكن نفس الخلافات تتكرر. هي المسألة متعلقة بالمادة 23 والمادة 25 من الاتفاق السياسي، إذ أن الاتفاق السياسي في الصخيرات اللي هو عام 2015 نهاية عام 2015 يعني تحدث عن أن المجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتفقان على استفتاء على الدستور وإجراء انتخابات، فكأن الآن استكمال لمسيرة الصخيرات ومحاولة أن يعني يقوم هذين الجسمين بدورهما في الانتقال من مرحلة انتقالية إلى مرحلة دائمة. نعم. بإعلان انتخابات وبالحديث عن استفتاء عن الدستور، ولكن هناك خلافات حول توحيد المؤسسات الرقابية. نعم. إن المادة 25 نفسها تحدثت عن توحيد هذه المؤسسات، أين توضع هذه المؤسسات؟ نطاب الوفد من الشرق الليبي يتحدث أنها تكون في مدينة سرت، بينما طرابلس تقول أنه هو هي العاصمة طرابلس والمؤسسات يصعب نقلها إلى مدينة أخرى، لأن النقل ليس مجرد نقل مكاني، نقل إجراءات ومعدات وموظفين، فتأخذ فسيكون هناك عطلة لهذه المؤسسات. الأمر الآخر هو مسألة من يدير هذه المؤسسات. نعم. الوفد من الشرق ما زال يريد أن يزيح مثلا عادل صنع الله مدير المؤسسة الوطنية للنفط والصديق كبير رئيس المصرف المركزي، ويريد أن يكون هناك شخصيات أخرى يعني قريبة من الطرف الأخوة اللي موجودين في الشرق. طيب. هذه الخلافات موجودة إلى الآن يعني، لكن طبعا ما دام الطرفان وصل إلى فكرة الانتقال إلى مرحلة دائمة، فهذا شجع المغاربة وشجع المفاوضين حتى من الأمم المتحدة أن يستمروا لعلهم يصلوا إلى نتيجة في النهاية. طيب دكتور نزار، يعني في القاهرة أيضا يعقد الجانب التركي مع أجهزة المخابرات في مصر جولة ثانية من الحوار، على رأسها طبعا الأزمة الليبية، لكن هنا إلى أي مدى ستؤثر مخرجات القاهرة على ما يجري في المغرب بين الفرقاء الليبيين؟ نعم، وطبعا نعلم أن عقيدة صالح والأعضاء المجلس النواب اللي هم موجودين في الشرق الليبي كلهم يعني يأخذون يعني كثير من قراراتهم تنبع من قراءة مصرية، خاصة من قراءة مخابراتية مصرية، لأن يعني ارتبطوا بها ارتباط عضوي، وبالتالي كل تغير في الموقف المصري سيؤثر على مواقف هؤلاء الأعضاء، وكذلك حتى الوفد الآخر يعني إلى حد ما هو يعني يتأثر بالموقف التركي لأنه هو حليفه. فأظن أن هذا الحوار بين الطرفين يجري في إعداد صفقة كاملة يحدث فيها توافق إقليمي وتوافق ليبي، لكن الحدود الفاصلة بين الإقليمي والوطني دائما غائبة، لأن هناك أزمة تمثيل الآن في الصخيرات في المغرب، لأن من ذهبوا يعني لا نستطيع أن نقول أنهم يمثلون كل الأطراف النزاع، لذلك في هناك مخاوف. طيب. لأن حتى إذا وصلوا إلى حل سيكون هناك اعتراضات وخلافات بين الطرفين. لكن دكتور نزار، طرفات تفاوض عادا الحديث عن اتفاق الصخيرات، يعني لماذا العودة إلى الصخيرات بعد أن صرح حفتر بأن الاتفاق قد أصبح من الماضي؟ هل نفهم من ذلك هو تراجع في المواقف؟ الصخيرات هو الانتقال المرجعي كما ذكرت لك، هو في الصخيرات الانتقال من الصخيرات إلى شيء آخر، إلى أي مرحلة أخرى منصوص عليه في الصخيرات، والصخيرات هو الموقع عليه في مجلس الأمن. كون حفتر رفض، بالعكس هو عدم الاهتمام بحفتر والعودة إلى الصخيرات والحديث عنها هو يعني رسالة واضحة بأن حفتر يعني شبه لن يكون له أي دور في تحديد مسار هذا التوافق الوطني أو التوافق بين هذه الأطراف. بالتالي هو حفتر الآن يعني واضح أنه خارج المعادلة، لأنه لا يخرج إعلاميا وأنه يحاول أن يشاغب هنا وهناك. حتى روسيا بدأت تتحدث عن حوار، تركيا ومصر بدأت تتحدث عن حوار، مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا تراجعت، يعني فهو الآن في أسوأ حالاته، وبالتالي هو لا يملك من أمره إلا أن يحاول أن يكون جزء من أطراف اللي هي تتحاور في الصخيرات، من خلال دعم بعض الأطراف، من خلال التواجد في بعض المناصب، يحاول أن يلعب لعبة السياسة بعد أن يعني خسارة كبيرة وهزيمة نكراء، أثبتت العالم أنه ليس بالرجل القوي ولا بالقائد المحنك ولا بالذي يستطيع أن يعيد الاستقرار إلى ليبيا. طيب دكتور نزار، الطرفان حددا المادة
15 من اتفاق الاسخيرات تحديدا لتكون ربما محل نقاش، لكن هنا هل الحكومة الشرعية ستقبل بالمتمردين في قيادة البلاد؟ كيف سيكون أيضا موقف الثوار من هذه الخطوة؟ ما هذا ما ذكرت، يعني هو أزمة التمثيل حاضرة الآن. الآن لا يمكن أن نقول بأن مجلس الأعلى للدولة يمثل حكومة الوفاق، وإن كان حكومة الوفاق هي مجرد تحمل السلطة التنفيذية، لكن الآن السيد السراج والمجلس الرئاسي هو جزء من الصراع، لأنه دخل في حرب طويلة مع حزبه. كذلك الثوار، هل مجلس الأعلى يمثلهم؟ الانتخاب مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب كان قبل يعني أكثر من 8 سنوات، فكيف هم يمثلون الشعب الليبي؟ هم لا يمثلون الشعب الليبي، لأن القاعدة الانتخابية التي انتخبتهم تغيرت تماما، وإلا لما تكون الانتخابات دورية، انتخابات تصبح دورية في النظم الديمقراطية، لأن الرأي العام يتغير ويتحول مع مجريات الأمور. بالتالي المفروض الآن أن يكون هناك توسيع لدائرة الحوار، معرفة فعلا من هم يمثلون الأطراف المختلفة حتى لا نختلف عن النتائج فيما بعد. ففي أزمة التمثيل ما زالت مستمرة، ونفس الخطيئة التي حدثت في الصقيرات يكررها من يقودنا الأمر الآن. من اسطنبول الباحث والكاتب الليبي الدكتور نزار كريكش، شكرا جزيلا لكم.